تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صباحكم الله بالخير، حياكم الله في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسعدنا استقبال استفساراتكم اقتراحاتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا. بس مثل ما عودناكم قبل ما نذكركم أرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا الأقفلي، وفي الإخراج عيسى سبيل. صباحكم الله بالخير جميعا، يعطيكم العافية. ومحدثتكم اليوم الدكتورة عاشة البسطي. مثل ما عودناكم فقراتنا متنوعة، طبية تغذوية صحية. بنتطرق المواضيع كثيرة اليوم، أهمها موضوع دراستنا اليوم، دراسة جدا جميلة مفيدة في نفس الوقت وبتفيد ناس كثيرة. وفقرتنا التغذوية كذلك اليوم جدا جميلة، اللي هي التغذية في أيام العيد. بداية بنتكلم عن دراستنا اليوم. دراستنا اليوم تقول كوليسترول الغذاء بريء من الجلطة الدماغية. بس قبل ما أقولكم الدراسة أذكركم بأرقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. الدراسة تقول كوليسترول الغذاء بريء من الجلطة الدماغية. أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء في جامعة الشرق في فنلندا أن الكوليسترول الموجود في المواد الغذائية مثل البيض لا يرتبط بخطر الإصابة بالجلطة الدماغية. ويشير علماء جامعة الشرق الفنلندية في مقال عن نتائج دراستهم إلى أن تناول المواد الغذائية المحتوية على الكوليسترول لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية. وكما هو معروف هنالك الكثير من المعلومات المتضاربة والمتناقضة بشأن العلاقة بين الجلطة الدماغية والكوليسترول الغذائي. فمثلا يؤكد بعض العلماء أن زيادة نسبة الكوليسترول في النظام الغذائي تساعد على زيادة خطر أمراض الأوعية الدموية وبالأخص الجلطة الدماغية. ويقول الباحثون تشهد النتائج اللي حصلنا عليها أن تناول الكوليسترول الغذائي بمقدار مقدار 520 ميلي جرام في اليوم. هم حددوا الكمية، ما أن خلوها مفتوحة لكل يعني للناس اللي أجروا عليهم البحث أو البحث الطبي هذا. بما فيه تناول بيض يوميا لا يرتبط بخطر الإصابة بالجلطة الدماغية حتى عند الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بها. ويضيف الباحثون أن الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة لم يعانوا قبل بداية الدراسة من أمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك يجب التأكد من تأثير الكوليسترول الغذائي في الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض. يعني الدراسة اللي اشتملتها الأشخاص اللي كانوا في الدراسة، الناس اللي ما عندهم أمراض في القلب أو الأوعية الدموية، كانوا يستخدمون نسبة معينة من الكوليسترول الغذائي اللي يحتويه البيض أو الأشياء الثانية، فلاحظوا أن ما زادت نسبة إصابتهم بالجلطات الدماغية. بس طبعا كنا عارفين الكوليسترول ما بس بالنسبة لي يأثر على الجلطات الدماغية، يأثر على أشياء ثانية. فحتى لو الواحد يعني حتى لو الدراسة أبرزت أن الكوليسترول الغذائي ما له يعني بريء من الجلطة الدماغية، بس ننتظر بعد دراسات أكثر وأكثر تطلع في هذا الموضوع إن شاء الله. بس التركيز كان على الجلطات الدماغية أكثر من الأشياء الثانية اللي هي جلطات القلب فرضا، الأمراض في الأوعية الدموية اللي أثر عليها. فهذه كانت بس الدراسة على الجلطات الدماغية، وللناس اللي ما عندهم مشاكل أصلا في الأوعية الدموية أو حتى في مشاكل القلب. طبعا نعرف اللي عندهم نسب كوليسترول عالية، بداية نحن نتبع نظام غذائي إذا كان الشخص ما عنده سكر أو ضغط.
وكان تقريبا صغير بالعمر أو ما كان وراثي بحيث أنه يكون بنسب كبيرة. فالتغذية والرياضة، ممارسة الرياضة وتبديل نظام الحياة، يعني الواحد لا يأخذ أن لا بقلل الدهون هالفترة عشان ينزل الكوليسترول عندي، أو أني بمارس الرياضة هالفترة بس عشان ينزل الكوليسترول عندي، يأخذها كنمط حياة، فما بيحس، يعني بيبتدي بالتدرج وبيتعود عليه جسمه طول عمره أن لهذا الشيء. فوايد لاحظت على المرضى اللي يجوني العيادة اللي كان عندهم نسب كوليسترول عالية، ابتدوا على نظام غذائي وابتدوا على حمية غذائية أو حتى نظام غذائي، أو بدلوا نمط حياتهم وابتدوا بممارسة الرياضة بشكل يومي أو بشكل 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، صراحة كانت نسب نزول الكوليسترول يعني ما شاء الله مبشرة عندهم. هذا لأن الشخص نفسه حط لنفسه هدف أنه بينزله. في حالات معينة ما بتنزل بس بالتغذية وبتنزل بممارسة الرياضة، في حالات معينة تحتاج أدوية. فالأشخاص اللي بعد فترة ما نزل أو كانت نسب الكوليسترول عندهم عالية إضافة إلى مرض سكر أو ضغط أو أمراض القلب، يحتاجون أن يبتدون أدوية. بالعكس، الدواء فوائد في هالفترة بتكون وايد أهم أو أكثر حتى من أضراره. ليش؟ لأنه بيحمينا من أشياء وايدة. أولا بينظم الكوليسترول في الجسم، لأن الجسم ما بقادر ينظمه بخصوص الأكل، وفي ناس ما بقادر تلعب رياضة عندها مشاكل في الرجل أو في الركب أو يعني بعد أو حتى مع ممارسة الرياضة الكوليسترول يرتفع عندها. ثاني شيء بالنسبة لي كوقاية، كل ما ارتفع الكوليسترول كل ما زادت نسبة لا قدر الله الإصابة بأشياء ثانية، خاصة الأمراض في الأوعية الدموية، الجلطات في القلب، سبحان الله، ويكون دائما متلازم مع السكر أو الضغط. فيفضل في هاي الحالات إذا كان الكوليسترول عالي جدا، إذا كان ابتدى الشخص بحمية غذائية ونغير نظام حياته وبعد مستمر ارتفاع الكوليسترول، بعد يفضل أن يستخدم الأدوية أساس كشيء علاجي بالنسبة لنسبة الكوليسترول بتخفيضه، وثاني شيء كشيء وقائي أساس ارتفاع هذه النسب الكبيرة ما يأثر على يعني أشياء ثانية في الجسم مثل القلب والأوعية الدموية. حتى لو الشخص يأخذ الأدوية ما معناته أنه بعد يستمر في أكل الأشياء اللي تحتوي على الكوليسترول بكميات كبيرة بعذر أني أنا أخذ الدواء. لا، بعد مع أني أخذ الدواء بس التزم بعد بنظام، ما أقولكم كنظام غذائي لأن الناس ابتدت شوية تبتعد عن أسلوب نظام الغذائي، شوية يخوفها أو يرهبها. لا بالعكس، أنا سويه نمط حياة يتغير، أستبدل أشياء معينة أو أقللها حتى في وجباتي اليومية، مع الوقت ببتدي أتعود على هذا الشيء، وكذلك بحس بتغيير في حياتي من ناحيته، فما بحس بنقص أني لا قللت هالشيء عشان عندي هذا المرض أو عندي، لا بالعكس، يبتدي الواحد يغير كتغيير لنمط حياته. وهذه هي دراستنا لليوم، نطلع فاصل إن شاء الله ورادي لكم بفقرتنا التغذوية. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم الحين فقرتنا الثانية اللي هي الفقرة التغذوية. قبل ما نتطرق للفقرة التغذوية أذكركم برقم التواصل ويانا 6005514114 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. فقرتنا التغذوية اليوم بتتكلم عن التغذية في أيام العيد. طبعا باقي أيام قليلة إن شاء الله تفصلنا عن العيد، فطر السعيد إن شاء الله والمبارك، خلاص الأيام اللي متبقي من شهر رمضان المبارك معدودة، الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله كل سنة وكل حول بصحة وسعادة وعافية. طبعا نمط حياتنا في شهر رمضان خاصة التغذوي طبعا اختلف وتغير من 3 وجبات إلى 2 وجبات تقريبا، وكلها تكون في المساء. فالحين بيرجع نمط حياتنا السابق اللي هو 3 الوجبات تكون مفتوحة طول اليوم، وخاصة في أول 3 أو 4 أيام من العيد
جديد اللي هو تتنوع فيها الوجبات وخاصة الحلويات، وعندنا زيارات وزيارات الأهل، التجمعات العائلية اللي تحتوي كذلك على اللي تكون فيها بالنسبة للتشكيلات الواسعة من الوجبات والأصناف الغذائية، ولكل شخص فينا يتنافس أنه يطلع أحسن ما عنده خلال هذه الفترة. بس طبعا في أشياء معينة نحتاج نركز عليها ونهتم فيها خلال هذه الأيام، خاصة بعد شهر رمضان المبارك وحياتنا فيه اللي في ناس وايدة ما شاء الله ابتدت حياتهم تكون أحسن، خاصة التغذوية والصحية. اليوم بتكلمنا الأستاذة مريم علي، اختصاصية التغذية في إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، عن التغذية في أيام العيد. صبحت الله بالخير مريم. صبحت الله بالنور دكتورة، شو الأخبار؟ الحمد لله، ما شاء الله كفيتي ووفيتي بالمعلومات. لا معلوماتي بسيطة كبداية لموضوعنا اللي هو موضوع شيق صراحة اليوم، اللي هو التغذية في أيام العيد. أولا طبعا مبروك عليكم ما تبقى من شهر رمضان المبارك، يرد علينا وعليكم بالخير إن آمين شاء الله. آمين. ونبتدي إن شاء الله نستقبل العيد إن شاء الله، وإن شاء الله نبتدي نستقبلها بصحة وعافية، ونتمنى العافية للجميع إن شاء الله. إن شاء الله نعرف أن شهر رمضان النظام يتبدل، نظام شهر واحد على مدار السنة كلها أكيد، فبنرد الحين على نظامنا السابق اللي هو فيه ثلاث وجبات غذائية. يعني نبتدي أول شيء بالتدرج لأن نحن الأوقات كانت مختلفة، صح، فنبتدي بالتدرج إلى النمط الغذائي، ونبتدي بتناول كميات قليلة من الطعام، بالتدريج ممكن نحن نزيدها خلال بعد اليومين القادمين من العيد، خاصة أول يوم لأن الزيارات تكون ما شاء الله متنوعة وأكثر عن بيت، صح، فما يستوي نسير بيت وما ناكل منه شيء. أكيد، فالتدرج جدا مهم. يعني نبتدي نحن قبل الصلاة نبتدي بالسنانة، نحن ناخذ تمرات، عدد من التمرات نبتدي بها أساس نهيئ المعدة لاستقبال الوجبات لتكون بالتدريج جاية. عارفين نحن طبعا في أيام العيد المبارك أكثر الوجبات والتركيز يكون على النشويات، نرد طبعا نذكر أن الواحد ما يهمل أو ينسى أن في هناك طبق صحي، والأكل لازم يكون متنوع، صح، وما نكثر أو نركز على مجموعة غذائية وحدة اللي هي أكثر انتشارا تكون الكربوهيدرات والسكريات والحلويات في الغالب، صح، وتكون طبعا متنوعة وبكميات كبيرة وجميع الأصناف والأنواع موجودة، فنتحذر من هالشيء ونحاول ناخذ بالتدريج. أول شيء نبتدي بالتمر، نشرب ماي أساس أن ما نحس أن نحن نحس بالجوع، فنعود نفسنا أن خلال هاي الساعات نشرب الماي بكميات زينة، صح، خاصة أن الجو حار والناس تتحرك أكثر، يعني تدخل وتطلع في أيام العيد خاصة في السلام بالضبط. وليش كل هذا؟ طبعا كل هذا أساس نحن نحافظ على الجهاز الهضمي، ما يكون فيه مثل عسر هضم، ما يكون فيه غازات بكميات كبيرة، حموضة، حرقة المعدة، أساس نتفادى هاي المضاعفات نتيجة تناولنا لكميات كبيرة من الأكل. أيوة، وخاصة ننبه الناس المصابين بالسكري، أمراض القلب، السمنة، هذيلة يتحذرون طبعا أكثر. أيوة، في شيء ثاني بعد اللي هو الوجبات تكون في الغالب وجبات جاهزة وياية من برا. أيوة، يعني مش مجهزة من البيت، فأغلب الناس تطلع تسير المطاعم وتسير
الكافتريات وهاي الأمور، فحماس لأن خلاص فترة الصيام خلصت وحين لازم نبتدي ناكل اللي في خاطرنا، أيوة. فلازم يتحذرون من هالشيء، لأن الوجبات الجاهزة دائما معروفة أن هي فيها نسبة سكريات وفيها نسبة دهون عالية، صح. فهاي ممكن تسبب بعد الحرقة وعسر الهضم وهاي الأمور وزيادة وزن بعد. في عندنا بعد الأشياء الثانية اللي هي انتشار العصاير وهاي الأمور بشكل كبير، بعد ننتبه لها إن ما نزيد في شرب هاي المشروبات بنسبة كبيرة لأن فيها نسبة سكريات عالية، ونركز أكثر شيء على شرب الماء. دائما نتبع طبعا القاعدة الإسلامية اللي هي تقول كلوا واشربوا ولا ولا تسرفوا. تسرفوا. الشاي والقهوة كذلك مريم، يعني خاصة في فترات العيد. هاي طبعا بعد لازم ننتبه لها، لأن نحن نسبة السوائل في الأغلب اللي وجدناها نحن أن نسبة السوائل تكون في هاي الفترة أصلا بسيطة في الجسم، فنحن يوم نكثر من هاي المشروبات وخاصة لأن فيها نسبة كافيين فتأثر تنزل أكثر سوائل من الجسم، لأنها معروفة أن هي تخلص الجسم من السوائل، فإذا بنشرب نشرب كميات بسيطة منها ما نكثر وايد منها، وخاصة أن بتداول ما شاء الله في العيد لازم الحلويات ومعاها عقبها على طول القهوة، القهوة أو حتى فناخذ الشاي، يعني الشاي يكون مرات بكميات السكر اللي فيه تكون كبيرة أو كبيرة حالي كثير. بالضبط، فنحاول ننتبه لهالشيء وخاصة اللي يعانون من السكري، فنحرص دائما على الوجبات انها في البداية تكون وجبات خفيفة وكميتها بسيطة وما تكون دسمة، يعني نبتعد عن الأكلات اللي هي تكون مقلية، نحاول نبتعد عنها، يعني وجبة الإفطار نعطي مثلا مثال عليها ممكن تكون عبارة عن خبز أسمر أو أبيض، ممكن ناخذ كمية بسيطة معاها مثلا البروتينات البسيطة اللي هي البيض ممكن، أو ناخذ معاها أجبان إذا أيوة بقينا، إذا نحنا في فترة العيد في مثلا خبز خمير فيه البلاليط، هاي الأشياء كلها تراها كربوهيدرات، فإذا نحنا بنصنف لازم نقلل كمية الخبز، ناخذ كمية بسيطة مثلا خبزة خميرة واحدة ممكن ناخذها مع غرفة بلاليط مثلا، ونحاسب ان البلاليط ما يكون فيها نسبة سمن او دهن زيادة أيوة وسكر. لأن صح، أكثر شيء بتكون أكلاتنا أو الأكلات اكلات تكون الشعب شعبية متنوعة وطبعا بارزة في هذا اليوم. بالضبط، وعندنا ما شاء الله ممكن يكون فيها أصناف من البقوليات، النخي والباجلة بعد صح بيكونون موجودين، فهاي أشياء حلوة وزينة، بس ننتبه أن إذا بننوع فيها لازم نحاسب في الكمية اللي نحن بناخذها تكون كمية بسيطة، ويفضل دائما أن ما يكون في البداية التنوع، نحاول أصناف بسيطة صنفين من كل نوع ممكن نحن ناخذه، وبعدين بالتدريج نزيد الأيام القادمة إن شاء الله. خاصة أن يعني أن تعودنا شهر كامل بدون يعني نش من الرقاد، ما يكون بالضبط الواحد يعني ماكل أي شيء أو يشرب أي شيء، يعني شهر كامل معدتنا تعودت أن ما ناكل ولا نشرب. احنا ما ناخذ اساس أيوة، نقلل الكميات قد ما نقدر ونبتدي نفس ما قلتي بالتدريج. بالتدريج، بالضبط نبتدي اول بالتمر وبعدها التمر والماء، وبعدها ممكن احنا نبتدي بكميات بسيطة من اللي هي وجبة الافطار خاصة، وما ننسى وجبة الغداء بعد ما شاء الله الوليمة بتكون كبيرة، صح وبعد ننتبه هني ان نحن ما نصنف وايد، يعني اذا في سمك ناخذ سمك، اذا في لحم ناخذ بس لحم، او دياي بس دياي، يعني ما نصنف شوية منها ومنها ومنها، فالافضل ان ناخذ صنف واحد وكمية رز بسيطة يعني ما تكون وايد كبيرة، ونهيئ نفسنا طبعا لازم نشرب ماء على طول على اساس انه
قلة شرب الماي ممكن يخلي الواحد يوعي بسرعة ويبقى ياكل، ايوه فنهيئ جسمنا دائما ان نحن نشرب ماي اساس صح، ما نحس الماي باليوع. جدا مهم، ومرات وايد ننساه، او الواحد يكون لاهي ومشغول ويعتمد يمكن على الاشياء الثانيه مثل العصاير او الشاي او القهوه، وينسى حتى يشرب ماي، حتى يقولك ما عطشت، وهو معتمد اصلا على الاشياء الثانيه في سد العطش. بالضبط. وفي بعد سلوك خاطئ اللي هو الوارد، انه ما شاء الله العيد يكون الزيارات تكون كلها اول الصبح لين تقريبا بعد الغداء، أيوة فكله اكل 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 اكل، وبعد الاكل شويه الحلو، التحلية الراحة أو النوم. الراحة، صح. النوم يعني انك انت ما اكل، خاصة الناس اللي ما يحاسبون ياكلون كميات كبيرة وعقب بياخذون فترة نوم مثلا، فهذيل ينتبهون بعد انهم ما يكثرون من الاكل، اساس العمليات الهضمية تكون ماشية بشكل سليم والدهون تحترق عندهم، يعني ما تتم في المعدة وتتخزن على شكل دهون. ممتاز. آه مريم، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين الكرام. الكلمة اللي بقولها اللي هي يجب التدرج في العودة إلى النمط الغذائي، أن نتدرج وتكون تناولنا للطعام تكون كمياتها قليلة وما نزيد فيها، وما نهمل من شرب الماي قد ما نقدر، ما نهمل من شرب الماي. والوجبات نحاول نحن دائما في هاي الفترة نخليها شوي متأخر، يعني وجبة الإفطار شوي نخليها متأخر، هو أنها تكون وجباتها قليلة مش كثيرة. وجبة العشاء ممكن احنا نخليها يعني شوي نمدها، بس بعد تكون بكميات معقولة والنوعية تكون جيدة بعد. ممتاز، بس أهم شيء نفس ما قلتي التدرج وشرب الماي، حتى لو الواحد ما يكون عطشان بس يحاول يشرب الماي، ولا ينسى أنه يشرب الماي خلال فترة اليوم. لأن مثل ما تعرفين دكتورة العيادات ما شاء الله في فترة العيد الإصابة بالحرقة والآلام المعدة وهاي الأمور تكون أكثر كثيرة، تكون صح؟ صح. فعشان نتفادى هاي الأمور نحاول دائما نتدرج. الأستاذة مريم علي، اختصاصية التغذية في إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا. شكرا. مستمعينا الأعزاء، مثل ما كلمتنا الأستاذة مريم بخصوص التغذية في أيام العيد، نوعت لنا في الموضوع كامل من ناحية التدرج وشرب الماي، وكذلك من ناحية الوجبات شجع نركز ونحاول أن ناخذ الأشياء اللي نباها، بس طبعا باعتدال. طالعين فاصل إن شاء الله ورادي لكم في موضوع بعد كذلك مهم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. موضوعنا الحالي بيتكلم عن هيئة الصحة بدبي تكثف جهودها وتواصلها مع الشركاء الداعمين لهدف طبيب لكل مواطن. واصلت اللجنة الفنية العاملة على تحقيق البند الخامس من وثيقة 50 اللي هو طبيب لكل مواطن في هيئة الصحة بدبي اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ومشاركة مجموعة من المسؤولين والمختصين في الجهات الداعمة لجهود صحة دبي والمعززة لسبل تحقيق البند الخامس، بداية من تغيير المنظومة الطبية لتقريب الأطباء وتعزيز الوعي واستخدام أفضل العقول الطبية عالميا لخدمة المواطنين وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية المتكاملة لهم. حول هالاجتماع يسرنا أن يكون ويانا اليوم الدكتورة حنان عبيد مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية في هيئة الصحة بدبي وعضو اللجنة. صبحت الله بالخير دكتورة. الله صبحت بالخير دكتورة عايشة وعلى المستمعين إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير. وانت بصحة وسلامة دكتورة. دكتورة حنان، نحن حابينك تخبرينا أو تعطينا نبذة عن البند الخامس اللي هو طبيب لكل مواطن.
طبعا تماشيا مع وثيقة 50 اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي رعاه الله، في توفير طبيب لكل مواطن وتوفير الاستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ممتاز. من قبل مئات الآلاف من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين المتخصصين من كافة بلدان العالم، والتي يتم تنفيذها من خلال تطبيقات الحكومة الذكية. فطبعا مثل ما تعرفين دكتورة، يعني الهدف من هذا البرنامج هو تغيير المنظومة الصحية. طبعا نحن حاليا المريض إذا حب يروح لي أو يأخذ أي استشارة طبية يروح لمركز صحي أو لمستشفى. حاليا هذا البرنامج راح يقرب الأطباء للمجتمع عن طريق استخدام التلي هيلث أو ممتاز. خدمات الرعاية الصحية عن بعد. ممتاز. طبعا هذا لدعم البرامج الاستراتيجية التي تبناها هيئة الصحة دبي اللي هو 2021، ودعم البرامج المبتكرة، وهذا طبعا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين. ممتاز دكتورة، طبعا هالشيء وايد بيوفر وقت للأشخاص، ويعني وأنا قاعد في بيتي وأنا عندي أي مشكلة أقدر أتواصل مع أي طبيب خلال في لحظات معينة وفي دقائق. طبعا أكيد أكيد، و24 ساعة نفس ما قلتي صح. وصراحة المنظومة جدا جميلة، طبيب لكل مواطن، يعني حتى يعني كمنظومة أني أنا أعرف طبيبي بالضبط وهو عارف أشياء وايدة عني طبعا ويوصلنا في أي وقت. وطبعا الأطباء طبعا من هيئة الصحة بدبي بيكون طبعا عن طريق الابليكيشن اللي هو التطبيق أو عن طريق الاتصال بهيئة الصحة بدبي، يكون التواصل للطبيب مباشرة، والطبيب يكون عنده أكسس أو لملف الصحي اللي هو ملف سلامة، يعني يقدر يتابع المريض عن طريق ملفه الصحي. طبعا حاليا راح يبدأ البرنامج كاستشارات، لكن في المستقبل راح يكون متابعات، بتكون في أجهزة توفر للمرضى في البيت، يعني مثل أجهزة الضغط والسكري وغيره، وهاي النتائج توصل بنظام سلامة. ممتاز. والطبيب يكون عارف حتى بالمؤشرات الحيوية للمريض في نفس اللحظة طبعاً. اللي المريض يكلمه فيها، يعني طبعاً. ما بتكون في ثقرات كثيرة أن الطبيب بعده ما بعرف، وهو شيء أساسي عند المؤشرات الحيوية. طبعا أكيد. دكتورة، ممكن تكلمين أكثر عن مهام واختصاصات اللجنة الفنية للبند الخامس؟ طبعا نحن في البند الخامس تكونت لجنة برئاسة دكتور مروان المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، وطبعا الأعضاء من الشركاء الداخليين مثل القطاع الاستراتيجية، قطاع الرعاية الصحية الأولية، والشركاء الخارجيين مثل مكتب دبي الذكي، سلطة مدينة دبي الطبية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللجنة العليا للتشريعات وغيرهم. طبعا المهام واختصاصات هاي اللجنة تحديد التوجهات المؤسسية والاستراتيجية لتنفيذ هذا البند، البند الخامس من وثيقة 50، وتقييم الوضع الحالي. يعني أول شيء بدأنا في تقييم الوضع الحالي للإمارة بالنسبة لخدمات رعاية صحية عن بعد، ما هي الخدمات المتوفرة، من هم المقدمين الخدمات، مدى استفادة المجتمع من هاي الخدمات. هذا بالإضافة إلى تقييم أفضل الممارسات، دراسة وتقييم أفضل الممارسات العالمية الشبيهة في مجال تقديم الخدمات الصحية عن بعد. طبعا شفنا الممارسات، سواء الممارسات العالمية لهذه الخدمات أو الممارسات المحلية في الإمارات الأخرى أو في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا بالإضافة إلى تحديث الإطار التشريعي. طبعا نحن بالنسبة لخدمات الرعاية الصحية عن بعد كان عندنا إطار تشريعي في 2017، قمنا الآن بتحديثه. طبعا هذا الإطار السابق كان في بعض البنود على سبيل المثال مثل صرف الأدوية، أيوة. كان لا يسمح بصرف الأدوية عن طريق الخدمات الصحية عن بعد، ولكن الحين
التشريع راح يفتح بس لبعض أنواع الأدوية طبعا لضمان سلامة المرضى، فراح نفتح هذا البند بس بيكون عليها معايير معينة. ممتاز. هذه المعايير تضمن سلامة يعني مثلا فحوصات معينة تعمل سابقا، شيء معين يعمل المريض، أعراض معينة، حتى يقدر الطبيب يصرف الدواء، فبيكون في صرف للأدوية كذلك في هذه الفترة. هذا بالإضافة إلى إعداد الخطط التنفيذية والمالية، وكذلك إعداد الإطار الضمان الصحي وكيف تغطية الضمان الصحي لهذا الموضوع. ممتاز، صح، لأن الضمان الصحي بعد يلعب دور كبير، أو التأمين حتى الصحي يلعب دور كبير من ناحية طبعا. التطبيب عن بعد أو التطبيب كعامة. وزين ذكرت دكتورة هالموضوع، لأن في ناس وايد يمكن تتردد أو تتخوف، أنا على التأمين، فهل بيقبل التأمين أني يعني التطبيب عن بعد بيكون كجزء من هالشيء ولا لا؟ حاليا هي الخدمة بتكون للمواطنين فبتكون مجانية، أيوة بس احنا بعد بنضيف يعني مثلا اللي هم عندهم سعادة، تأمين سعادة، أيوة تأمين عناية للمواطنين اللي عندهم تأمين عناية، بعدين في المراحل الأخرى اللي هي اللاحقة ممكن يعني نفتح للجميع، ممتاز بس في ممتاز، البداية راح يكون للمواطنين وراح تكون الخدمة مجانية. بس هي خطوة جدا كبيرة ومهمة دكتورة صراحة، يعني أن ابتديتوا بالبند الخامس واللي هو طبيب لكل مواطن، وكذلك الاعتماد على التطبيب عن بعد، لأنه بيوفر وقت وايد ناس، وكذلك إذا الطبيب في مكان بعيد أو الأخصائي في مكان بعيد، يعني سهولة التواصل مع الطبيب أو الأخصائي بتكون كبيرة وتوفر الوقت وتساعد ناس كثيرة كذلك. طبعا أكيد أكيد. أكيد دكتورة، حدثينا عن شركاء داعمين لهدف طبيب لكل مواطن، هو ذكرتي مكتب دبي ذكي، الخدمات الإسعاف، ممكن تذكرينا كذلك بالشركاء الداعمين؟ طبعا أهمية شركاء الداعمين أنهم يدعمونا في هالبرنامج، فعلى سبيل المثال اللجنة العليا للتشريعات مثل ما أنا ذكرت سابقا، نحن نعد الإطار التشريعي لخدمات الرعاية الصحية عن بعد، فهم لهم دور في دعمنا في هذا التشريع. على سبيل المثال مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف طبعا خلال الاستشارة احتمال تكون الحالة طارئة ويحتاج تدخل سريع أو يحتاج الإسعاف، فبيكون في بين ربط بين هيئة الصحة ودبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للحالات الطارئة تحول عليهم نحولها عليهم. ممتاز ممتاز. طبعا مكتب دبي ذكي طبعا إن شاء الله ممكن نستخدم اللي هي الاي دي أو البطاقة الهوية للتعريف، فهذا نوع من الربط بيننا وبين مكتب دبي، دبي الذكية. ذكية. وطبعا جميع الشركاء يعني لهم دور في بناء التصور لهذا المشروع أو لتطوير هذا المشروع. ممتاز ممتاز دكتورة. دكتورة، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعين الكرام بخصوص هذا الموضوع. أوكي. طبعا كلمة أخيرة، نحن نحث المجتمع أنهم يستخدمون هذه الخدمة. طبعا مثل ما تعرفين المجتمع أحيانا متعود أنه يروح عند الطبيب ولازم يشوف الطبيب وجها لوجه، هذا راح يشوفه بس بيكون عن طريق التطبيق أيوة. أو راح يسمع صوته عن طريق المكالمة. فنحن صراحة سوينا دراسات عديدة وشفنا أفضل الممارسات، شفنا أن في بعض الحالات مثل الحالات اللي هي الكرونيك ديزيز أو الحالات المزمنة فائدتها أو الإفكتفنس مالتها نفس ما أن الشخص يشوفه وجها لوجه، نفسها إذا شافه عن طريق خدمات التطبب عن بعد أو خدمات الرعاية الصحية عن بعد. أيوة. فنفس الإفكت بس أن الشخص غير متواجد معه. صح. فهذا الشيء شوي احتمال المجتمع حاليا مو متقبل الموضوع، بس يحاولون يجربونه لأنه راح يسهل عليهم في أشياء أحيانا غير ضرورية، أن يطلع من دوامه مثلا يكون في الزحمة أو ينتظر لفترة طويلة عشان مثلا يصرف دواء يعني ريفل أو دواء
هو ياخذه باستمرار، او مثلا يطلب فحص طبي، او في اشياء بسيطه يعني مثلا اعراض بسيطه يتعرض لها، ممكن عن طريق خدمات التطبيب عن بعد او خدمات الرعايه الصحيه عن بعد ممكن توصل له وهو في بيته وهو في مكانه قاعد، وهالشيء بيوفر له وقت وحتى مجهود. حتى مجهود. فنحن نشجع المجتمع انهم يستخدمون هاي الخدمه. طبعا هذا التغير في طريقه العلاج وتغير في طريقه الرعايه الصحيه بشكل عام، وحتى في الابتكار في الرعايه الطبيه. طبعا هذا الابتكار في الرعايه الصحيه اكيد. صح. الدكتوره حنان عبيد، مدير اداره السياسات والمعايير الصحيه في هيئه الصحه بدبي وعضو اللجنه الفنيه لطبيب لكل مواطن، شكرا لك دكتوره. شكرا. شكرا دكتوره. شكرا للمستمعين. شكرا دكتوره. شكرا دكتورة. طبعا حدثتنا دكتورة عن موضوع هيئة الصحة بدبي تكثف جهودها وتواصلها مع الشركاء الداعمين لهدف طبيب لكل مواطن. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. في مداخلة ويانا الحين. ألو. ألو، السلام عليكم. أهلا أبو عبد الله، صبحك الله بالخير. بالنور والسرور يا هلا، كل عام وانتم طيبين وانت بصحة وسلامة. الله يبارك فيك يا طويلة العمر. أنا والله كان عندي استفسار، ما بطول عليكم، إنه في حالة إن الاستفسار ما أدري أوجهها إلى مكان ثاني أو أنتم تردون عليه، فأتمنى أنكم الاستفسار موجه لسؤال هيئة الصحة أيضا. أيوة. فأنا شفت الضيفة موجودة عندك، كيف يمكن الضيفة تقدر أو أنت شخصيا تقدرين تردين أو توصلين للمسؤولين هذا هاي الملاحظة، فيكون خير وبركة. يا سيدتي، أنا من أصحاب الهمم. اليوم أنا صرت عشان أخذ سيدي أو تقرير أو مثل ما تقولين أو سيدي MRI أنا سويته قبل. أيوة. فبعض الموظفين يقولك لا هاي مش مجانا لأصحاب الهمم. البعض يقول لا بس كان في عامل العام اللي قبل ابتسام عام، شو كان عام سعادة. فالأفكار مشتتة ولا يعني كل واحد فيهم يقول شيء. ففي الآخر طلع واحد كان يقول أخوي أنت إذا من أصحاب الهمم مو مشكلة، أنا بدفع من جيبي. لا، أنا ما أبغيك أنت تدفع من جيبك. صح، أنت تبغي أنا كمبدأ المسألة 50 درهم لا أكثر ولا أقل. فالمقدمة اللي كنت بقولها قبل هالكلام كله، الشخص اللي يسوي حادث أصحاب الهمم ذات نفسهم يفقد عضو من جسمه أو هذا يحس باليأس، حتى أحيانا يحاولون ينتحرون. ولكن بعد فترة معينة زمنية معينة من الإصابة يلقى أن هيئة الصحة في صفه، الدوائر الحكومية الأخرى في صفه، هذا يعامل معاملة مختلفة، لا يتراجع عن كثير من القرارات السيئة أو الإحباط النفسي اللي عنده. أكيد، لأن يحس بالدعم من كل الجهات حواليه. بالضبط، والحكومة عندنا ما شاء الله ما يحتاج بعد ما صح. يعني أنا شخص منهم، من أصحاب الهمم، وعارف شو قاعد أقول وحاس بالدعم اللي أنا قاعد أحصله. ولكن في هيئة الصحة الخدمة الصحية تقدمونها لكل المرضى. أكيد. يعني ما تقصرون، وهذا الخبر اللي قالته قبل شوي لك هذا يثلج الصدر صراحة. ولكن نحن دائما في إمارة يعني سقف توقعاتنا منكم أكثر وأكثر وأكثر، فنتوقع المزيد لأن نحن لازم نكون أميز من المتميز. هذا طبعا صاحب السمو الشيخ محمد علمنا هالشيء، والكلام هذا مو من عندي، مو من فراغ، يعني من القاعدة. واقع اصلا، مو واقع، وحتى يعني واقع ملموس، ملموس بشكل يومي. نعم. فبالنسبه حق مثلا على سبيل المثال الاجازه المرضيه، هذا مثلا اصحاب الهمم لهم زيارات كثيره في هذا. بعض الاحيان يرتقي الدكتور او الطبيب انه يعطي يقول ريح لا تداوم، احنا دمجناهم هاي الفئه في المجال العملي مع الاصحاء وهذا عشان ما يحتاج او يسال ياخذ راتب معين وعلى حسب قدراته نعطيه مهام. فهاي الزيارات تكون شويه اكثر من الاخرين. نتمنى المسؤولين يتفهمون ان ما يقول مثلا انت وايد اجازاتك المرضيه كثيره صراحه
لا، هذا الكلمة وايد تأثر في الشخص اللي ذوي أعصاب الهمم. بالنسبة للسبعين درهم اللي ياخذون الهيئة حق الختم هذا مال الإجازة المرضية، المفروض يلغى هالشيء. والسلام عليكم، أعتقد إني طولت عليكم شوية. لا إن شاء الله بنتابع موضوعك أبو عبد الله وبنتواصل وياك بخصوص المواضيع اللي تطرقت لها. في أشياء معينة كرسوم للتصديق وكذي، يعني هاي لها قوانينها الخاصة، بس بنتطرق الموضوع اللي يخص أصحاب الهمم ولي همك، وإن شاء الله بنتواصل وياك عندنا رقمك إن شاء الله في التنسيق. بارك الله فيك، شكرا أبو عبد الله، كل التوفيق نتمنى لك. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى لكم إجازة سعيدة، إجازة العيد إن شاء الله على الأسبوع الجاي، واللي بيكون إن شاء الله مداوم خلال هذه الفترة نتمنى لكم كل التوفيق والله يعطيكم العافية، ومأجورين إن شاء الله خلال فترة تأديتكم لعملكم اليومي خلال فترة العيد. طبعا هاي خدمة لبلادنا وخدمة يعني نقدمها بروح سعيدة خلال هذه الفترة. أشكر فريق العمل وياي في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا الأغفلي، وفي الإخراج عيسى سبيل، مقدمة الحلقة وياكم دكتورة عاشة البسطي. في النهاية أبارك لكم إن شاء الله قبل بداية العيد إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله الله يتمم علينا رمضان بكل صحة وعافية وسعادة. في نهاية حلقتنا اليوم أشكركم جميعا، أشكر طاقم العمل وياي، يعطيكم ألف عافية ودمتم بصحة وسعادة.